نشهد اليوم في الإعلان لصفقات المنعقدة بين وزارة الدفاع وشركاء الاستراتيجيين العالميين والمحليين نقلة نوعية مثل ما تفضلتي، يعني ضاعفت قيمة الصفقات المنعقدة لليوم الثاني من 5 مليار اللي هو اليوم الأول إلى 11 مليار فاصلة ثلاثة تقريبا في اليوم الثاني. طبعا نحن نفتخر بأن يكون نصيب الأسد من الصفقات المنعقدة لليوم الثاني اللي هي شركة محلية اللي هي Global Aerospace Logistics، وكانت عبارة عن تقديم خدمات اللي هي أنظمة أو صيانة والدعم الفني لأنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي لمدة 3 سنوات.